من بعد ايام قليله غادي نستأنفوا العمل ديالنا ان شاء الله، وخاصنا نبقاو ملتزمين بالاجراءات الصحيه والوقائيه. مرحبا بكم معنا. اليوم غنكملوا الحديث على الامتحانات ديال بيرمي. فكيف ما كتعرفوا مع الظروف اللي كتعيش بلادنا مع فيروس كورونا، توقفت الامتحانات ديال بيرمي في كاع لي سيرفيس دي مين مراكز تسجيل السيارات، وحددت الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه النرسا مواعيد جديده باش يدوزوا هاد الامتحانات بكل امان. بعد ما دوزت الامتحان النظري ونجحت فيه، دابا جا الوقت الامتحان التطبيقي اللي حددوا لي الموعد ديالو. كنجي الامتحان وانا داير الكمامه ديالي ومحتار مسافه الامان على الاقل متر ونص بيني وبين كاع الناس. دابا جات النوبه ديالي، ولكن ما نطلع للطوموبيل حتى يعطيني المسؤول اشاره، وكتكون الطوموبيل تعقمات، وقبل ما نطلع خاصني ضروري نعقم يديا بالطريقه الصحيحه. منين غادي نسالي المرحله الاولى ديال الامتحان؟ جا وقت السيركوي، وغادي نكون غير انا والمسؤول على الامتحان فقط. من بعد ما دوزت الامتحان جا الوقت باش نعرف النتيجة اللي غادي يعطيها لي المسؤول، ومنزل من الطوموبيل حتى يطلبها مني، وملي يعطيني النتيجة نغادر ساحة الامتحان. كيف ما تبعتوا معايا بعض الخطوات البسيطة والسهلة، دوزت الامتحان ديالي وانا محترم جميع الاجراءات الوقائية. نرسا كتسهر دائما على حمايتكم وسلامتكم باش تقدم لكم احسن الخدمات. نتعاونوا جميع باش نحاربوا هذا الوباء ونقضيوا اغراضنا بكل امان وبلا زحام. وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، نارسا، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، سلامتكم أولويتنا.